انبعاثات من الدخان تلوث البيئة وتخنق الأنفاس، مشهد معتاد لأفران الفخار والخزف التقليدية، غير أن الوضع يبدو مختلفا في قرية تونس بالفيوم، والتي عقد أصحاب الورش بها عقد صداقة مع البيئة عبر أفران الحرق المطورة التي تعمل باستخدام السولار. أهلا مصطفى اسماعيل، أنا شغالة في الفخار، بحب الفخار طبعا، كنت بحب أشتغل فيه وأنا صغيرة. أنا بتعلم من حوالي من اتعلمت وبشتغل فيه من 6 سنين. أول حاجة الشغل، الخامات بتيجي من أسوان، مصدرها أسوان، احنا بنجيبها شكاير بودرة وبعد كده بنحطها في حواض نخمرها بنسب معينة، بيبقى عندنا أسوالي وبركلي وكولي. بعد ما بنخمرها بنطلعها نحطها على حواض في الشمس لحد لما تجف. بعد لما بتجف بطلعها ابدأ احطها على قماش، اعملها عملية هرس. الهرس ده بيبقى برجلي، وبعد كده في عملية تانية هرس ممكن تبقى بايدي. بعد ما بهرسها ببدأ اعملها قوالب واعملها وزن معينة على حسب القطعة اللي هشتغلها بيها. بعد ما بعملها الوزنة زي دي ببدأ اشتغل بيها. بيبقى في عندنا طبعا في نوعين من الشغل، في حاجة بشتغلها اللي هي الحاجات الشكل الدائري دي بشكلها على الدولاب اللي انا قاعد عليه ده، اسمه دولاب، بشكلها عليه زي الطبق والمج والبراد الكوباية، اي حاجة شكل دائري بشكلها من دماغي بقى عايزة بعملها.